إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حاليا موجود في المعرض الحسيني التابع للمجلس الحسيني في مدينة لندن. هذا المعرض مسوين لما حدث في يوم العاشر، يعني شيء رائع جدا حقيقة أنك تشوف في لندن في دولة أوروبية ومعرض بهذه الضخامة و بهذا الشكل. يعتبر رائع جدا. المعرض الحسيني التابع للمجلس الحسيني. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ زينين؟ هذا شعار المجلس او المعرض. هذا شعار المجلس. السلام عليكم اخوات. اهلا وسهلا. السلام عليك يا أبا الفضل العباس قمر بني هاشم، وحاطين تحته ماء، يعني اللي يريد يأخذ الماء يتذكر عطش الحسين سلام الله عليه بالجهتين. وهنا كذلك نفس الشيء. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء، وتحته أكو ماء، اللي يأخذ الماء يتذكر عطش الحسين. هنا مكتوب أعاهد الحسين. طبعا كثير من الناس جايين على هذه اللوحة البيضاء يسجلون أساميهم ويوقعون ويسجلون ما لديهم من أحاسيس ومشاعر. يا صاحب الزمان أدركني، بكل اللغات طبعا، يعني هذا بالإنجليزي لبيك يا حسين، يا حسين، يا علي، يا حسين، يا حسين، بكل اللغات وبكل الكاتبين. هي هاي صفحة بيضاء، صفحة بيضاء، أي أحد يجي يسجل ما لديه من مشاعر وأحاسيس. المعرض كبير جدا، إحنا للحين ما خلصنا شيء. كذلك صورة جميلة في بداية المعرض، عاشوراء. أهلا، شلون؟ شو أخبارك؟ تمام؟ هذه هي خريطة المعرض. احنا دخلنا من هنا وان شاء الله على ما مثل مربع يعني، ونخلص في كل مكان، في كل كوريدور. شو يسمون كوريدور بالعربي؟ ممر. في كل ممر حاطين خوذة وريشة ترمز الى ابو الفضل العباس. طبعا هي هاي اللوحة الخاصة شعار المجلس الحسيني مع المعرض الحسيني، صحيح؟ بارك الله فيك. يا أبا الفضل العباس، يا زينب سلام الله عليهم، سلام الله عليهم. معرض جدا جميل. إلى الآن ما شفتوا شيء، ترى إلى الآن أنتم ما شفتوا شيء. من هنا يبدأ المعرض. تاريخ الأنبياء، هذا تاريخ الأنبياء أو شجرة الأنبياء، يعني شجرة الأنبياء و يبدأ من نبي آدم وخصوصاً أيوة من نبي آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذه شجرة بني هاشم. أحسنت. وهذه الأئمة عليهم السلام، يعني يعني أولاد علي وفاطمة، نقدر نقول أولاد علي وفاطمة هم البنين وبعدين سلام الله عليها، سلام الله عليها. نعم، الروايات تختص بالنبي حول الإمام الحسين، يعني نعم، الروايات المختصة بالحسين سلام الله عليه، المروية على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، ترى للحين ما راويتكم شيء، للحين أنا ما مراويكم شيء. هذه المباهلة، هذه نجران، يعني شو يقولون نصارى نجران مع أهل البيت عليهم السلام، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وفوق رأسهم الغيمة التي كانت تظللهم دائما. نصارى نجران، هذه حادثة المباهلة اللي قال الله تعالى. خلنا نسوي زوم ونقرأ الآية الكريمة. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله
على الكاذبين. واقعة المباهلة للحين ما راويتكم شيء. هذه هم حديث الكساء، صورة تمثال لحديث الكساء اللي هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وسادسهم جبرائيل عليه السلام كلهم في صورة واحدة. اللهم بحق أصحاب الكساء شافي جميع المرضى، خصوصا المرضى المنظورين، خصوصا المرضى الذين يعني أتعبهم هذا الوباء، وباء كورونا، وأبعد عنا وعنهم هذا البلاء وهذا الوباء. وطعم على حبه مسكين ويتيم. هذه نقدر نقول الحادثة المعروفة اللي هي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هسا عرفتوا مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الحادثة المعروفة التي كلكم تعرفون أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين كانوا صائمين ثلاثة أيام، وفي ثلاث أيام متتالية يخصصون إفطارهم لمسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير وهذا اليتيم وهذا المسكين. هاي شنو هاي؟ نكمل إن شاء الله. أنا أسألك معي في أجر لمدة القربة لما النبي يصلي وحسين واقف على. أها هذه هذا التمثال هو صلاة النبي صلى الله عليه وآله، والحسنين عليهما السلام يلعبون مع النبي صلى الله عليه وآله، شيء جميل جدا. وصية النبي لأم سلمة. نعم. القارورة. نرجع إلى هذه الجهة. وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، وقضية القارورة المعروفة التي قال النبي صلى الله عليه وآله إذا تبدل التراب إلى دم فهذا دليل على أن عاشوراء يحيى الحسين في كربلاء. نعم. هذه وصية الحسين إلى محمد الحنفية. نعم، وصية الحسين سلام الله عليه إلى أخيه محمد بن الحنفية، هذه الوصية. يعني في كل حادثة هم مسوين طريقة وخروج الحسين وتوديع جده. هنا خروج الحسين سلام الله عليه وتوديع جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لكل حادث تمثال. سلام الله عليه. أخي هنا الحسين سلام الله عليه يودع فاطمة العليلة في المدينة. هذا الحسين يودع فاطمة العليلة في المدينة ويوصيها بالوصايا. رسائل من الكوفة. بلي. نعم. هذه الواقعة هي واقعة رسائل الكوفة التي وصلت للحسين سلام الله عليه، والحوار الذي حدث بين الحسين وبين مسلم بن عقيل قبل توجه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ومقتله رضوان الله تعالى عليه هناك. يوم عرفة الناس تذهب إلى الحج، والحسين سلام الله عليه يسير إلى كربلاء. الناس تذهب إلى الحج والحسين سلام الله عليه يسير إلى كربلاء المقدسة. هاي الخريطة تشرح طريق الحسين يعني. بلي هاي معروفة. نعم هاي خريطة معروفة. هذه خريطة معروفة لمسير الحسين من المدينة المنورة إلى وصوله إلى كربلاء المقدسة ومكوثه واستشهاده يوم العاشر من محرم. الله أكبر الله أكبر. شنو هاي شنو هاي؟ ما شاء الله. مصيبة الأكبر. هنا مثلا مصيبة الأكبر. بس بعدها جيش يزيد
يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. هذه مصيبة الأكبر. ثم مصيبة القاسم مثلا، هذه مصيبة القاسم يعني الزرمال. هذا النعيم هذه معركة القاسم سلام الله عليه، وهاي المصيبة العظمى معركة العباس عليه السلام. معركة العباس عليه السلام وهو على نهر العلقمي. سلام الله عليه. وهذه ليلة يعني حادثة قتل الرضيع سلام الله عليه، عبد الله الرضيع. نفس الشيء في نعي، طبعا هنا سماعة نسمع نعي عن عبد الله الرضيع باللغتين، باللغة العربية والإنجليزية. ثم واقعة المعركة تقدم لنا مخيم الحسين سلام الله عليه، وهنا مخيم الحسين سلام الله عليه. ويوم العاشر ليلة الحادي عشر يخافون من دخول الأعداء المخيم. بلي بلي، جميل جميل جدا جميل جدا. هذه مخيم الحسين بالإنجليزي هم مكتوب مخيم الحسين سلام الله عليه. التل الزينبي، وهذا هو التل الزينبي. وهاي صورة إخواني، ترى كل هاي اللي تشاهدونه ترى في مدينة لندن في المعرض الحسيني التابع للمجلس الحسيني. هذا هو التل الزينبي. التل الزينبي هاي الصورة اللوحة المعروفة مال مقتل الحسين. بلي بلي، هذا يوم العاشر. وهذه الصورة المعروفة اللي هو مقتل الحسين سلام الله عليه. جميل جدا جميل. هذه الخيمة المحروقة. كثير من الناس يعتقدون أن الخيام المحروقة فقط تحدث بالعراق وبإيران وبدولنا. لا يا أخي، حتى بلندن أكو خيام محروقة. حرقت الخيام هنا يوم العاشر امتثالا لما حدث في يوم العاشر من محرم في ما نعم هذا خيمة الحسين سلام الله عليه. فامتثالا لما حصل للحسين وعائلته في يوم العاشر، حتى في لندن مسوين نفس الشيء. وأكو دخان، أكو دخان ما شاء الله. إيه ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جدا. هاي شنو؟ هاي أصحاب الإمام حسين، كل واحد اسمه ومنين جاي ومن صوب. جميل جميل جدا، وحط الأعمارهم مات يعني. أصحاب الحسين سلام الله عليه كل واحد يعني مثل خيمة الأصحاب. بلى، خيمة الأصحاب نعم، الأنصار أنصار الحسين. كل واحد حبيب ابني أمير هذا من الكوفة مثلا، من الكوفة. هذا سليمان ابن رزين، هذا يزيد ابن زياد، هذا جعفر ابن إمام علي سلام الله عليه، جعفر ابن عقيل. يعني هاي نقدر نقول خيمة أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام، معلقين لكل شخص كرت أو كرت تعريفي نقدر نقول باسمه. يعبر أنه ما حدث ما حدث. إيه لعنة الله، لعنة تراتش معنا. إيه لعنة الله عليه. الذهب موجود فوق. نعم نعم، بنات الحسين سلام الله عليه. والخيمة محروقة إخواني. أرجع وأقول أن كل ما تشوفون حاليا هو ترى في مدينة لندن وفي العاصمة، عاصمة البريطانية لندن، المعرض الحسيني التابع للمجلس الحسيني. وهذا المجلس من أول محرم، من أول محرم صحيح؟ احنا من سابع محرم فتحنا، من سابع كل سبوع كل سبوع واحد 5000 واحد يحضر حاجة. ما شاء الله. يقول المعرف اللي معاي الأخ عادي الأخ أمير، يقول كل سبت وأحد تقريبا 1000 واحد يحضرون ويشوفون هذا. هاي أم سلمة يوم عاشوراء. أحسنت، هذا أي تكملة اللي شفناه هناك. تتذكرون إخواني شفنا تمثال رسول الله صلى الله عليه وآله وأم سلمة، هذا هو يوم العاشر. تحول التراب إلى دم، وفاض الدم، الدماء وفاض الدم. نعم وفاض الدم. هنا الأسرة، هنا الأسرة التي يعني السجاد عليه السلام ثم بنات علي وفاطمة
وإخواني بعد تدرون إحنا اليوم أول صفر، واليوم هو يوم دخول السبايا إلى الشام. يقال أن سئل الإمام زين العابدين عليه السلام عن أصعب رزاياه، لما سئل قالوا له طيب أنت يعني أصعب شيء شفته شنو كان؟ تخيلوا المفروض يقول قتل الحسين، قال لا الشام 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 وما أدراك ما الشام. سهل بن سعد يقول ذهبت إلى علي بن الحسين عند دخولهم إلى الشام، يقول رحت عنده قلت له سيدي أنا سهل، أنا من أصدقائكم، شنو أقدر أسوي لك؟ قال لي سهل ما عندك قميص قديم؟ قلت لي ليش؟ قال أريد أخلي هذا القميص تحت الجامعة، الجامعة أكلت رقبتي لهذه الدرجة، كانت الجامعة والحبال كانت تأكل برقبة السجاد عليه السلام. يقول سهل بن سعد ذهبت إلى زينب سلام الله عليها، يا سيدتي ويا مولاتي أنا سهل، أنا صديقكم من أيام المدينة، شنو تأمرون؟ شنو ممكن أسوي لكم؟ قال عندك قطعة خبز؟ طيب كل ما واحد يسمع يتخيل أن زينب كانت تريد قطعة الخبز للأولاد، قال له شنو؟ قال أريدك تعطي لهذا اللي شايل رأس أبي عبد الله عطي قطعة خبز خلي يبتعد عنا شوية. قال له ليش؟ قال لها ليش؟ ليش تردين يبتعد؟ قال إحنا من الناس لأنهم يرون الرأس فيشوفوننا إحنا خزينة، خزينة من كثر النظر إلينا، من كثر ما الناس يباوعوننا. اليوم يوم أول صفر، يوم دخول أهل البيت عليهم السلام إلى الشام. اليوم قرأت جملة حقيقة، هاي الجملة أبكتني وأنا أريد أقولها لكم أنتوا إخواني. تخيل لو أنت يوم من الأيام، الله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل بلاء، أنت وأبنائك تخيل لو كنتوا موجودين مع مجموعة الأسراء وداخلين إلى الشام، بنتك تباوعك تقول لك يا بابا شنو يعني سوق النخاسين؟ شنو معناته؟ شو تجاوبها؟ شلون تشرح لها شنو يعني سوق النخاسين؟ بارك الله فيكم، تقبل الله طاعتكم. احنا خلصنا هاي؟ بارك الله فيكم إخواني، الله يتقبل طاعاتكم ويرفع شأنكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. هذه هي تمثال، نقدر نقول هذا هو تمثال الكنيسة في مدينة حلب لما إجا هذا القسيس المسيحي ورأى هذا الحجر الذي كان رأس الحسين سلام الله عليه موضوعا على الحجر، وقام يبكي ثم أسلم. في النهاية إخواني طبعا نحن لابد أن نشكر القائمين على هذا المتحف العظيم والذين استضافوا المكان، وحقيقة يعني شيء رهيب جدا. وأرجع وأقول أن هذا ما شفتوه كله ترى في مدينة لندن، عاصمة البريطانية لندن، اللي كثير من الناس لا يتوقعون ولا يعرفون أن بالإمكان أنك في مدينة لندن تعيش أجواء كربلاء المقدسة. بارك الله فيكم، أنا خادمكم نزار القطري والشكر. نعم بعد في شيء؟ هذا أهم شيء، هاي أهم شيء يعني من المهمات. نعم بارك الله فيك. أي نعم، هنا طبعا الأسرة موجودين في خرابة الشام، وهذا الطشت هو طشت رأس الحسين سلام الله عليه، وتمثال لسيدة زينب سلام الله عليها وبناتي علي وفاطمة والسيدة رقية سلام الله عليها. أسأل الله تعالى بجاه رقية أن يفرج عنا وعنكم ويشافي جميع المرضى،
خصوصا المرضى المنظورين، ويشافي أمي إن شاء الله. بارك الله فيكم إخواني. أنا آخر بعد في شيء جابر، آخر واحد هذا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو جالس على قبر الحسين يوم 40. إخواني اللي موجودين في العراق، ترى سهل، ترى سهل. إحنا هاي السنة أنا شخصياً ما أقدر أحضر هاي السنة. أنا كل سنة أحضر الأربعينية إلى كربلاء، هاي السنة ما أقدر أحضر. فرجاء اللي يحضر الأربعينية في كربلاء المقدسة نيابة عنا وعن الناس اللي عايشين في أوروبا وما قدروا هاي السنة يزورون كربلاء، زيارة حتى لو تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، نيابة عن كل أهل أوروبا. وإن شاء الله نحن نسمع رد الحسين، رد السلام إن شاء الله، كما هو في الروايات معروفة أنهم يردون سلامنا، صحيح؟ يردون سلامنا. بارك الله فيكم إخواني، تقبل الله طاعاتكم. قبة الحسين سلام الله عليه، معرض الصور، هي هاي معرض الصور، هاي قبة العباس وهذه قبة الحسين سلام الله عليه. نبدأ معرض الصور، يلا خلي أراويكم شوية صور العزايات. معرض الصور وبعض التماثيل، كعبة المشرفة، هاي هي ما شاء الله، والله صور جميلة. الله الله، صورة جميلة جدا، صورة جميلة جدا، ما شاء الله ما شاء الله. جميلة جدا جميلة جدا، سلام الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. 1400 سنة وإلى الآن الناس تنادي يا حسين يا عباس يا زينب، اللهم بحقهم شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، اللهم بحقهم اختم عواقب أمورنا خيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، هاي جميلة جدا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء. لا بأس في آخر مكان، هاي آخر مكان، لو في شيء بعد لا بأس أن في آخر مكان نقرأ الزيارة القصيرة لأبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي. وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إخواني نسألكم الدعاء، اللي موجود في كربلاء، اللي موجود في العراق، إذا هذه السنة وفقه الله لزيارة الحسين، لا ينسانا إحنا اللي موجودين في أوروبا وموجودين خارج العراق، لأن هاي السنة الزيارة الأربعينية لغير العراقيين مش مسموحة حقيقة. فلا تنسونا من الدعاء والسلام على الحسين نيابة عنا وعن والدينا، في أمان الله تعالى.